اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده طعمها مختلف. احنا في ايام المدارس واولادنا بيروحوا المدارس، عايزين يرجعوا يلاقوا اكله حلوه طعم جديد والتغيير حلو مع الاولاد بالذات، بنشجعهم ان هم يرجعوا ياكلوا في البيت. هنعمل لهم النهارده فطاير السوسيز بشكل جديد وبطعم جديد، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ودي حاجه سهله على كل ام، يعني السوسيس جاهز من اي سوبر ماركت، والعجينه هعلمك تعمليها ازاي، مفيش عجينه، في بدايل ثانيه هنشوفها في تفاصيل الحلقه. معايا النهارده لحمه ومكرونه، في اكله مشهوره جدا في المطبخ الليبي اسمها المبكبكه، احنا المصريين بنعملها وشطار في عمايلها، هي بالاختصار المفيد المكرونه بتستوي مع اللحمه. بس في تكنيك هنا وفي خبره طهويه، امتى انزل بالمكرونه جوه صلصه اللحمه، هي ده الموضوع، ده مربط الفرس زي ما بيقولوا يعني. معانا كمان عصير انا مسميه عصير فيتامين سي، العصير اللي احنا داخلين على الشتاء والبرد وعايزين نجهز نفسنا يبقى عندنا مناعه قويه، وخاصه اطفالنا واولادنا رايحين على المدرسه. معانا جزر وبرتقان، هنعمل عصير الجزر بالبرتقان مع عسل زهره البرسيم، اطفال اولى، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وممكن نضيف له جنزبيل اختياري حسب الرغبة. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي، بمقادير بسيطة وسهلة تقدر تعملي الأكل بشكل جديد وبطعم جديد، وأولادك دايما يحبوا يأكلوا صينية البطاطس من إيدك كل يوم، ولكن لما يكون مختلفة الشكل والطعم بالتأكيد بكده بتجبريهم يرجعوا على البيت يأكلوا من إيديك. تعالوا مع بعض نعمل عصير، والعصير ده أنا مسميه عصير القوة، عصير الرشاقة، عصير المناعة. حلو الكلام؟ عصير الوقاية من أي أمراض زي البرد، وخاصة البرد وإحنا داخلين على البرد. برتقان وجزر، بيسألوني في الكنترول لو عايزين نعمل العصير ده يا شيف مغازي، الجزر ده يبقى ني ولا مستوي مسلوق يعني؟ مقادير على الشاشة. عسل نحل، ويجعل أيامنا كلها عسل نحل، زهرة البرسيم بتاعنا الحلو بخير أرضنا. سيبك من العسل اللي سعره غالي ده، ده ملوش أي لازمة بصراحة يعني، جيب العسل بتاعنا زهرة البرسيم لطيف وجميل. انا مش بحب الموالح، الموالح بتبقى فيها ملوحه شويه كده وبيعمل مشاكل مع الحموضه. ومعانا برتقان ومعانا جزر ومعانا شويه جنزبيل زي الفل. حلو الكلام، تعالى نعمله مع بعض كده ونشيك على الخلاط. يا عم ايهاب الكهرباء اخبارها ايه؟ الله، هو الصوت ده بيريحنا، هو ده تمام زي الفل. ادي العصير، ادي البرتقان، اللهم صل على النبي، دورق برتقان. الصوت البرتقال نازل في الخلاط، تحس ان فيه قوه يا ويلي. تمام، خلي ده احنا عايزينه عشان نبقى نغرف فيه العصير بعدين. معانا عسل نحل، يا سلام. معانا جنزبيل، ما لقيتش الطازه، جبت شويه بودر صغيرين كده بحط شويه بطرف ايديا كده حلو زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي جزر مبشور اللي هو ده، الجزر ده بيسألوا الجزر ده اتسلق، وبعد ما اتسلق احنا بشرناه بالشكل ده كده. عصير حلو لاولادك. في حاجات بتتباع في السوبر ماركت كده للعصاير دي تحتفظ بالبروده ساعات، يعني مثلا يوم 24 ساعه حسب السعر يعني وحسب الماتيريال. جيبيها ابنك ورايح على المدرسه، حط له العصير فيها، تبقى لطيفه وحلوه بجد. جوزك ورايح على الشغل، ايه المشكله حبيبي؟ جبت لك النهارده، انت جايبها من المصروف اللي بتاخديه يعني، ما جبتيش حاجه، بس وفرت وجبت وعملت تركيه حلوه. الراجل ايه؟ يعرف ان في حب هنا ويعرف في اهتمام. ودي ده عصير معاك اهيت، وقت ما تجي اشربها كده وانت في الشغل. ممكن الصبح الواحد ما يبقاش عايز ايه؟ يشرب قهوه بس، عصير لا، ما يعني اي حاجه فطار لا. فكوبايه العصير دي مهمه جدا على فكره. العسل نازل يتناغم، بيتعرف على البرتقال والجزر، انسجام ثلاثي اهو. عايزه تحطي تلج حطي، على فكره انا بحب الايس كريم في ايام الشتاء اكتر من الصيف. وتعرفوا ان المعلومه دي، الايس كريم بينشط الدوره الدمويه وخاصه في الدماغ في المخ في الراس، يعني الايس كريم بينشط الدوره الدمويه لو في الشتاء بالذات. جرب كده ناكل ايس كريم في ايام الشتاء هنتدفى، مش ناكل ابو فروه. حلو، هناخد العصير ده كله في قلب الخلاط ويلا. We'll be right back.
انا اسف للازعاج، صوت الخلاط مخرجنا يقول لي ابعد عنه علشان الصوت، احنا بندور على راحتكم مش حارمينكم من حاجه، حتى صوت الخلاط مش عايزين نزعجكم بيه. قادر عصير جاهز معايا زي الفل؟ تمام. معايا بقى شرايح من البرتقال، شرايح من الليمون زي ما انت عايزه. الله يا صبابين العصير زيدوا حالاته. لا هي الاغنيه بتقول يا صبابين الشاي زيدوا حالاته. والله انا بسمعها مش فاكر مين بيغنيها بصراحه، عشان انت بتختبرني وانت شايفني راجل بعرف اطبخ وعندي حاسه السمع الكويسه وخاصه الاغاني الحلوه. شايف البرتقال ده في قلب الايه؟ يا سلام، البرتقال ده لما ينسجم كده، ده برتقال لسه اخضر بشايره، وبعد ما نشرب العصير نمسك الاستاذ البرتقال ده كده ايه تحت سنانا. يا ويلي يا ويلي، اي خدمه زي الفل. حاضر، هنغرف المبكبكه اخر حاجه، انا سايبها خالص، خلي بالك مش قلقان، الشوربه بتاعتي واللحمه استويه وزي الفل. وانصح كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على سفرتك دايما العصير الفريش زي ده كده. لو هتعملي عصير خيره عيني، شايف البرتقال بيروح فين وانا بصب؟ امسك دي في ايدي. حاضر، انا عارف انك عايز تجيب صوره حلوه، كلنا بنشتغل. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الف هنا وشفا، شيل ده من هنا ونروق الترابيزه بتاعتنا او الكاونتر بتاعنا او الرخامه بتاعتنا. الله، سافرنا على السعوديه، تحيه كبيره للشعب السعودي، بناكل كبسه واكل الكبسه هناك، اتعلمي عمل الكبسه بالشيف المغازي على اليوتيوب وعلى الصفحه، صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى موجوده الكبسه بكل تفاصيلها. والله انا عاجبني قوي الاكله دي، بس انا عايز اعمل حاجه حلوه. شفت البصل ده؟ يا ويلي يا ويلي على البصل ده، ولو بصل اخضر يبقى احلى، معانا الاخضر. الف هنا وشيف للي ياكل منها. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، كمان فيها بساطه وسهوله ومرونه انك تقدري تعملي الاكله اللي نفسك فيها ولكن بالطعم المصري ايا كان نوع الاكله، حتى لو من الصين الشعبيه. رؤيا، فن، ابداع، بساطه، سهوله، مرونه، الكلام ده مع الشيف المغازي من مزبيرو. We'll be right back.